اليوم ضيفنا مبدع وأبدع، اليوم بمسابقة دولية. هاي المسابقة اللي مسابقة دولية لبرنامج الإيما سمارت للحساب الذهني، الطالب يحيى رزوقي أحمد. مرحبا، هلا. شلونك؟ زين، شو أخبارك؟ الحمد لله. شلونها سامرة؟ ها؟ سامرة شلونها؟ مدينتك شلونها؟ زينة. زينة؟ زين يحيى، أريدك تسولف لي اليوم بهاي المسابقة اللي صارت وانت أخذت المرتب الأول بها المسابقة الدولية اللي هي لبرنامج الإيما سمارت الحساب الذهني. سولف لي بداياتك، شلون بديت ورحت؟ يعني لما بديت أول نوبة، يعني كنت بعدني ما أعرف، يعني بعدين شوية بديت أتعلم، وصاروا ينطونا مسائل يعني بيهن أبو 10 مسائل، وكل مسألة بيها أبو 10 أرقام هيجي. حلو. فظلوا ينطونا لين ما تطورنا، أستاذ مصطفى وأستاذ جبار كانوا يعني هذول الاساتذه مالتك. أه. استاذ مصطفى واستاذ جبار هم الاساتذه مالتك، هم اللي قواك وهم اللي علموك. انت بمدرسه حكوميه ولا مدرسه اهليه؟ مدرسه اهليه. مدرسه اهليه، زين. ورا ما علموك استاذ مصطفى واستاذ جبار، ورا ما علموك ووصلوك للشيء اللي تريده، شلون شاركت بهاي المسابقه؟ شلون شاركت؟ يعني انا لما انا صغير احب اجمع، يعني الطرح يعني شويه، يعني ما احب اطرح كثير، احب اجمع. فظليت لما صرت صف رابع وجت هاي المسابقة، فلما شاركت بها يعني كنت بعدني تون قاعدة أتعلم، فلما تطورت كانوا ينطونا لبوكس لما طوروها وصارت يعني بليد، يعني هيك زائد وهيك ناقص. هيك زائد؟ هيك وهيك ناقص. وهيك ناقص؟ ايه. زين، ليش هاي الحركة مالت زائد وهيك ناقص؟ يعني هم علمونا، يعني هم علموكم هيك شيء؟ ايه، هم علمونا هيك، يعني طوروها لنا من كان يعني ابوكس، يعني بدل ما ازود خرزه ازود هيك ذهنيه. زين، ورا ما رحت وشاركت بهاي المسابقه، كم دولة كانت مشاركة وياك؟ أكثر من دولة عربية مشاركة؟ ايه كثير، يعني أكثر من 20 دولة شاركت. عربية وأجنبية؟ ايه. زين، كم مسألة حليت؟ حليت أكثر من 500 مسألة، حليت 500 مسألة بأقل من 8 دقائق. بأقل من 8 دقائق؟ إيه؟ ما شاء الله عليك. زين، بعد ما طلعت النتيجة وفزت، ايش حسيت بالفرحة وفرحة أهلك؟ يعني أعلنوا النتائج وأنا الأول، حسيت بالإنجاز، حسيت إنه سويت شيء عظيم، رفعت رأس بادي ورأس أستاذ جبار وأستاذ مصطفى وأهلي. حلو، زين، أنت اليوم أخذت اللي هو هذا الكأس الأول وهاي الجائزة والميدالية. إيه، الميدالية هاي. هاي الميدالية اللي أخذتها. عافية عليك. زين، من حليت هاي اللي هي هاي المسائل اللي حليتها، انت كنت قبل ما تعرف تحل هيك مسائل، كانت صعبة عليك اللي ايه هي يعني الناقص والطرح والضرب يعني والجمع، صعبات علي، يعني يعني كانوا ينطونا 30 مسألة بس يعني 3 أرقام، يعني كانت صعبة بالبداية، بس بعدين لما طورت صارت سهلات، يعني أقدر أحلهم بأقل من نص دقيقة. زين، سولف لي على الكؤوس، هذا الكأس شنو؟ هذا الكأس شنو؟ هذا الكأس أخذته من المسابقة هي هو والميدالية، وهذا الكأس كرموني بالأنبار. هذا الكأس كرموك بالأنبار. وهذا الكأس وين؟ هذا أنطونيا عبين، جبت المركز الأول دوليا، والوياي 2 ولد ووحدة بنية، أحمد ومحمد وأنوار. أحمد ومحمد وأنوار اللي هم كانوا وياك بهاي المسابقة. وقدروا يجيبون كأس همين. وقدروا هم يجيبون كأس. زين، اليوم أنت إيش حسيت نفسك ويا باقي الدول اللي موجودة اللي هي دول الأجنبية والعربية اللي بعمرك؟ توقعت إنه اليوم أنت راح تفوز لو توقعت راح تخسر؟ أنا كان عندي يعني إحساس إنه راح أجيب مركز، يعني كان عندي إحساس إنه راح أجيب المركز الأول. كان عندك إحساس تجيب المركز الأول؟ إيه. زين، من طلعت من البيت وأمك وياك قلت لها راح أفوز؟
قلت لها ما قلت لها اضمني هالفوز. زين شلون متاكد انت اليوم انت اليوم راح يعني شلون تاكدت من نفسك انت راح تفوز؟ تاكدت من نفسي اني راح افوز يعني لما حليتها يعني انا حليت تقريبا قريب الاول واحد يعني فحسيت انه انا المركز الاول جان احساسي انه انا راح اجيب المركز الاول. زين كانت اكو يعني تاهيل للامتحان كانت اكو بروفا حل مسائل؟ ايه يعني كانوا قبل لا يعني نروح لطوكيا تمام انطونا امتحان هيك يعني كنا 30 واحد 20 واحد خوش فانطونا اوراق وانا حليتهن حليتهن وهم حلوهم وياي فانا طلعت من المتاهلين اني يروحون تركيا. اها كم مساله اعطوكم وحليتها؟ من كنتوا انه رحتوا بهذا الاختبار والتاهيل انه تروحون الى تركيا حتى في سبيل تدخلون بهذا البرنامج وهاي المسابقه. يعني لما انطانا قبل لا اروح تركيا تقريبا ب 30 مساله هيجي 30 مساله لو 50 من 30 الى 50 مساله وحليتهم كلهن؟ حليتهم كلهن. ما عندك اي خطا كان فيها؟ حلو زين يحيى بعد ما رجعت وشفت الفوز وكانت الفرحه حلوه بين اصدقائك والاساتذه مالتك وبالمدرسه شنو طموحك؟ طموحي كان انه ارفع راس بلدي واهلي ومدينه سمراء وراس وارفع راس مدرستي واستاذ جبار واستاذ مصطفى. زين هسه انت صف خامس ابتدائي مو؟ ايه زين ورا ما تتخرج وان شاء الله العمر طويل اليك وتخلص المتوسطه وتخلص الكليه شنو حاب تصير؟ دكتور. دكتور؟ دكتور. ما شاء الله صرت دكتور. اذا انت اخذت المرتب الاول بهيجي حلول ومساله بالرياضيات والحساب الذهني والجمع والكسر هذا شيء حلو. زين ايش قد عمرك انت؟ قريب العشر سنين يعني جيت ب 2013 الشهر الاول. عمرك 10 سنين يعني ما شاء الله انا نشوف اليوم الابداع اللي عنده بهذا العمر ودخل هاي المسابقه ووصل لهيك مرحله بهيك ابداع ورفع راس بلده وراس اهله وان اليوم عنده هيك ذكاء المفروض احنا ندعم هيك طاقات والمفروض وزاره بالذات وزاره التربيه ووزاره التعليم من نشوف هيك كفاءات عندنا اطفال بعمر الزهور انه يوقفون وياهم زين ويستثمرون الطاقات اللي عندهم انه اليوم من وصل لهيك مرحله وهيك مسابقه بحل 50 مساله خلال 8 دقائق 500 مساله نعم انا بقول 50 500 مساله خلال 8 دقائق يعني هذا رقم قياسي مو اي واحد يقدر يحل احنا اليوم خلينا نفتح الامتحان بالرياضيات نضل ساعتين يلا نحل لنا مساله زين يحيى اليوم منو ساعدك بالبيت؟ خلينا نعرف من الاساتذه. ماما، بابا، اختك، اخوك، منو اللي ساعدك؟ منو اللي شجعك؟ منو اللي قواك؟ بالبدايه يعني ابوي كان يشوفني فكنت يعني كان امي تدربني وابوي يروح يسوي يعني مسائل يعني بالطابعه يروح ده يسوي لي مسائل بالطابعة بعدين تجيبها لي وانا اقعد اظل احل بيها لين ما اكسر الوقت امي كانت تساعدني. زين اسالك سؤال يا حي هسه انت ما رحت حليت ال 500 مساله وانتوس قاعد تدرسون رياضيات ايش قد ماخذ بالرياضيات؟ الصدق ماخذ بالرياضيات بالشهاده قد ماخذ؟ شهاده مو بعدني يعني اول امتحان امتحنته يعني بعدني 96 جبت 96؟ ايه احنا نريد 100 احنا مره 96 احنا نريد 100 احنا نريد 100 زين ورا ما رجعت اصدقائك بالمنطقه اقاربك ولد خالتك ولد عمك ايش قالوا لك؟ ايش حسيت اليوم انت نفسك بيناتهم؟ سوبرمان مو؟ ايش قالوا لك؟ قال عافيه وان شاء الله نشوفك بعد على المراتب على المراتب زين يحيى حبيبي اليوم
اللي شاركوا وياك هم من دول أجنبية ودول عربية، هم المرتبة الثانية من أي دولة؟ المرتبة الثانية يعني اللي فازوا وياك، ومو أكو يعني اللي فازوا وياك، اللي فازوا وياك أنت أخذت المرحلة الجائزة الأولى. أي على المركز الأول. المركز الأول، الثاني منو؟ الثاني محمد، هو أكثر من فئة يعني فئة أي وفئة بي وفئة سي. أنت يا فئة؟ بي، يعني البسي اللي هم أكبر شيء بس بالمستوى الأول، البلبي على يعني الوسط، والبلاي يعني الصغار يعني عمرهم بسبعة ثمانية هيك. زين، اللي فازوا من العراق لو من غير دولة؟ هو كلنا احنا كنا أربعة كلنا فزنا، يعني أنا فزت المركز الأول، المركز الثاني اللي ويا بلبي كان ويا محمد أخذ المركز الثاني، وبالفاسي سي أخذ محمد أحمد المركز الثاني وأنوار المركز الثالث. زين، أنت من رحت اليوم وشفت دول عربية وشفت أجانب من غير دول أجنبية، قلت أنت اليوم لو تأخذ المرتبة المركز الأول لو لا، بس أنت طلعت من البيت قلت لماما إنه أنا اليوم راح أفوز بالمركز الأول. وكنت متأكد وواثق من كلامك. إيه واثق من نفسي. زين، واثق من نفسك من دخلت وشفت وياك العدد الهائل من الطلاب الموجودين. هو لما شفت العدد الكبير يعني ما خفت يعني إنه ما أجيب المركز الأول. كان عندي إحساس إنه أنا أقدر أجيب حتى لو كانوا 2000 واحد لو 10,000 واحد. طبعًا إحنا شفنا هم لك فيديو شلون الفرحة وشلون الأجواء اللي صارت، هذا الفيديو اللي نشوفه وياكم مشاهدينا الكرام. هاي اللمة الحلوة وفرحة أهلك وفرحة أصدقائك ورفعت رأس العراق، وإن شاء الله أتمنى لك كل التوفيق والنجاح وإن شاء الله تحقق اللي تريدك. لكن قبل لا أختم وياك سمعت عندك قصيدة. شعر. شعر؟ يلا نسمع الشعر. صح العراق انجرح بكثر ما بيك تروح، بس هذا مو مقياس، النخل من ينجرح ما يشتكي من الفاس، ما دام اسمنا علم يعني احنا تاج الراس، ينقاس بينا الوقت مو بالوقت ننقاس. الله 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 عليك، الله عليك. بس انا اريدك تعيدها مرة الاخت، انا اريدك تعيدها مرة ثانية واريد اسمع صوتك. صح العراق انجرح بكثر ما بيك جروح، بس هذا مو مقياس، النخل من ينجرح ما يشتكي من الفاس، ما دام اسمنا علم يعني احنا تاج الراس، ينقاس بينا الوقت مو بالوقت ننقاص. الله عليك يا حبيبي، عفي عليك، اقعد يحيى. شكرا لك يحيى، وان شاء الله ترجع لي سامرة سالمين، وان شاء الله توصلت الفرحة والابتسامة على كل عراقي وعلى كل طالب مثلك مجتهد وحب يوصل اسمه ورفعت راس العراق ورفعت راس اهلك. شكرا لك يا حبيبي، وشكرا على عائلتك اللي تعبوا عليك وربوك وكبروك ووصلوك لهاي المرحله. شكرا لك يا حياة، ممنونين من عندك. طبعا مشاهدين الكرام مثل ما تعرفون شفتوا الفائز الاول بالمسابقه الدوليه ببرنامج الايما سمارت، الحساب الذهني، موهبة جميلة وأبدع بحل 500 مسألة خلال 8 دقائق.